طيب ناخد مدام منى. مدام منى اتفضلي. الو، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مدام لمياء، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، والله انا بحبك قوي، انا وماما. ربنا يخليكي يا رب، سلميلي عليها كتير. الله يسلمك، هي بيسلم عليكي برضو قوي، الله متابعه يسلمك البرنامج بتاعك ويسلمك، على طول. ربنا يخليكوا يا رب. اتفضلي ممكن اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي. انا متجوزه بقالي 8 سنين ومعايا 3 ولاد وليا سيلفي متجوز بقاله سنتين. سلفتي من يوم ما دخلت البيت وبتقعد تشتم عليا وتلقيح كلام وحوارات كده بتقعد تعملها في البيت، واشتكيت لجوزي اكتر من مره، وده ما كان يرد عليا ويقول لي معلش اتحملي، اصل اخويا طلق مره وما ينفعش يطلق تاني، وهي معهاش ولاد، وكانت بتمشي عيالي من الشقه من عندها، وبصراحه بخاف منها يعني. فاخر مشكله دلوقتي اتهمت ان انا بعمل لها اعمال وسحر، ونادت لحماتي وبقت تتخانق وتزعق والكلام ده كله، ودي ثالث مره الميه تترمي ومش عارفه ايه. فلما انا خرجت اشتمها جوزي مسكني ضربني وبهدلني من الضرب بالاقلام والحزام على جسمي، وخنقني لحد ما اغمى عليا يا ساتر واستنيت. يا رب. ودلوقتي انا جيت عند ماما تاني يوم على طول، لميت هدومي وجبت عيالي وجيه، وهم جم ابوهم واخواته وكده، بس انا مش راضي ارجع وعايزه اتطلق. مش اول مره يضربني ده كتير، وبصراحه انا كنت بسكت وما كنتش بتكلم وما كنتش بقول حاجه عشان البيت والعيال ومش عارفه ايه، وما فرقش الناس عليا الكلام اللي هو ده يعني. ماما ما كانتش تعرف حاجه، فانا بصراحه انا تعبت. طب انتي ليه مش مقتصره بعيده عنها؟ يعني ليه مش قافله مشكلة بيتك بنتكلم، عليكي هو ما ولا بنتكلم ولادك يروحوا هناك ولا اي حاجه؟ انا بعمل كده، بيتخانق معاه وبيزعق لي يقول لي اخويا وما ينفعش وما تزعليش اخويا والكلام ده كله، لكن انا بتجنب من ناحيتها، وعيالي ما بودهمش هناك، احنا الشقتين قصاد بعض. ولادك قد ايه؟ اشتكيت اكتر من مره، ولادك قد ايه؟ عندي الكبيره عندها 7 سنين اولى ابتدائي، وعندي التاني 5 سنين، والصغيره 4 سنين. يا روحي دول صغيرين قوي. ايوه، طيب انتي وانا خدمه، انا اللي اهلك قاعده مع ابوهم وانا اللي خدماهم من يوم ما اتجوزت، ما حدش اشتكى مني ولا عمري زعلت حد، ولا اخواته البنات ولا اي حد، ولا اخو نفسه زعلته. هي من ما دخلت البيت وهي كده. اهلك رأيهم ايه طيب؟ انا بابايا متوفي وماما اللي معايا، ماما رافضه خالص ان انا ارجع، من ساعه ما قلت لها ما دي مش اول مره يضربني، وضربني كتير قوي وبهدلني كتير قوي المره دي. بصراحه انا نفسي يعني خنقني، بقول لك خنقني لحد ما اغمى عليا، يا ساتر يا رب. فانا خايف ارجع وانا رافضه الرجوع. والمشكله ان لما اخويا كلمه بيقول له انت ليه عملت فيها كده، دي لو كانت ماتت كان ايه اللي حصل، يقول له انا ما عملتش معاها كده، ناكر. ولما جوهم هنا مش حتى جايين يصالحوني، بيشرب حاجة؟ جايين بيغلطوني، لا والله ابدا، هي السجاير بس، هو كل واحد له مالك، هو لا شرب ولا نسوان ولا اي حاجه خالص، بس هو كل اللي في دماغه ان انت ازاي تعملي كده وانا واقف، ازاي تشتميها وانا واقف. طب انتي طب انا برد واحده بتقول لي انت بترمي لي حاجات وبتعملي لي اعمال وسحر، طب يعني هو كان يعني كان وقف لها بيتكلم هو، وانتي دخلتي في الكلام؟ هو واقف هو كان خارج. فانا لما سمعت الزعيق وبتنادي الحماسي وبتزعق، فانا بقول له يا شوف انت رايح فين، روح مشوارك، دي بتاعت حوارات، وانت عارف هم عارفين انها بتاعت حوارات، ده اللي مزعلني ان كل البيت عارف ان هي بتاعت حوارات، ده مش اول مره تعمل حوار فيا. فانا ازاي اقول حاجه زي كده؟ دخل ضربني بالاقلام على وشي، وكل ما اخرج اشتمها، يعني كنت سيبنا اثنين قصاد بعض كان احسن، كل ما اخرج ان انا برد الكلام اللي هي بتقوله عليا ينزل ضربه فوق، يخش يضربني لحد بقى ما خنقني قدام الحمام واغمى عليا واتشنكت. ثاني يوم بصراحه لميت هدومي وجيت. طب انت سؤالك، دلوقتي انا قاعده، انا مش عايزه ارجع، انا رافضه الرجوع خالص، انا مش عارفه اعمل ايه، طيب انا انت خايفه. بقالك قد ايه، عند والدتك؟ انا بقالي دلوقتي 3 اسابيع، طيب انا طيب دلوقتي خايفه ارجع ان انا اعيش معاه، اعمل ايه؟ طب طبعا نامون. اتفضلي فضلت الشيخ. الحقيقه هو عايزين بس نقف عند بعض النقاط الشرعيه في هذا الكلام. هي اولا ملهاش علاقه باخوه، يعني ما ينفعش انا كزوج اضغط على زوجتي علشان تخدم امي شرعا، لا. هي مش جايه عشان تخدم والدتك، هي جايه بيتها وزوجها وكويس قوي، تفضلت وخدمت حماتها، تفضلت وخدمت سلايفها زي ما بيحصل في بعض الاماكن، طول ما في شباب في البيت اخوات زوجها بتغسل لهم وتعمل لهم، كتر خيرها ويقول لها شكرا. اما انك انت تضغط عليها انها تكلم اخوه،
فطبعا ده لا يجوز شرعا. هو مش بيضغط عليها ان هي تكلم اخوه، هو بيقول لها ما تعمليش مشاكل علشان خاطر دي تاني جوازه لاخويا، فمش هيطلق، يعني عايزها تبعد طيب وتقتصر عن تبعد عن اخوه وتبعد عن زوجه اخوه. احنا ليه ما طالما حتى لو في مكان كل واحد في حاله، هي الواحد لما يقفل شقته على نفسه وما يختلطش، طالما الخلطه دي هتؤدي الى خراب البيوت وهتؤدي الى مشاكل وهتؤدي الى ان النفوس تقف من بعض، يبقى بلاش، يبقى كل واحد في شقته كده كانهم ساكنين. ودي يعني شيء كويس جدا، لان دائما الاسره لما بتكون كلهم متجوزين في مكان واحد غالبا الا من رحم الله بتحصل مشاكل. غالبا. فلذلك حضرتك اقفلي على نفسك واسمعي كلام جوزك، او ما تتدخليش بقى، مالكيش علاقه بمراته تماما، لا مراته ولا هو. طب هي دلوقتي بتقول لك انا مش عايزه ارجع. لا ترجع. انت ولادك صغيرين، ثلاثه وصغيرين. لا طبعا، ده انت معاكي ثلاث اولاد. ربما تكون هي، هو طبعا الضرب ده واضح ان هو كان خارج عن وعيه تماما. بس ربما تكون هي، هو كان عايز يسكتها، انا توقعت كده. وما اعرفش ده صح ولا لا، ان هي كل هي مش عايزه تسكت. فكل شويه بتزيدي، فهو كان بيزيد هو كمان معاكي. واضح. انا يعني طبعا احنا سمعنا منها، احنا ممكن لما نسمعه هو طبعا مش بنبرر ابدا للزوج يضرب الزوج طبعا خالص، ده حرام خالص. قطعا، والشرع لم يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده على امرأة من نسائه قط. شوف الخلق ده، الخلق النبوي ده، مع أنه كان ربما في بعض المضايقات بطبيعة الاجتماع، بطبيعة الطبيعة البشرية للنساء، وإن كنا هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم منهن في بعض الأوقات، وربما كانت السيدة حفصة رضي الله عنها ترفع صوتها في بعض الأحيان والنبي يتحمل. فإذا حضرتك ممكن تبقى أنت برضو بتعملي مشكلة، حاولي تقفي عند أخطائك وتعالجيها، وياريت بلاش كلمة الطلاق دي خالص، أنت معاكي ثلاث أولاد، ودي المرة الأولى، ويمكن هو خرج عن شعوره ولا حاجة، ويمكن أنت عملتي حاجة كان فيها برضو نوع من أنواع الاستفزاز. خليته استفزته، خليته خرج عن شعوره.